أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون درسي نحو كبلا بنا آيات كنتني أفراد سورة النمل مركي لقصها لقصة سليمان مع الهدهد قصة سليمان مع بلقيس إيو حواركي دحمري نبي الله صالح إيري ثمود أيوح الراعين يا لوط أو إسناء قيب كمدة أم بيدي هل كاللغي هل في سورة النمل جل وعلا وحل ولوطا واحد كر لقيسا فعل مقن واذكر حس لوطا لوطن حس وأرن كيسا كخضل أما هداد دون تيد والهلي كرتا لغسوها اللي أما رسوشي لغسوها اللي أفعاشو أي سوكر لكتن واتكبت دلي كرتا هداد دون تيد لقاهان ولوطا واذكر لوطا حس إذ وقت قال أير لوط لقومه تلكي سأكيري أتأتون الفاحشة محميدي والله إيمان إيسان والحال أنتم إذنك تبصرون أركي يعني بمعنى يضو يسمو قتان وأي تهي وجي كوجي فول فول أي تهي ولا يسكهر صميني يا الله إيمان إيسان وأنتم تبصرون دوام حي يعني بمعنى قفك إساق صميني منك كلامك وصميني كوجي ذا يغ نمبا يسمو قضا حميدنا مركا أي يضو تهي مد guriyaha lagu sameeyo ama si qarsoodi loo sameeyo waa meesheed laakiin qofka markii wixii uu dibadda u leeyimaado wuxuu cadaysto oo umada la soo hor istaago maca sida ma sahlan waa tan ilaahay subxaanahu wa ta'ala anu caafin a innakum idinku la ta'tuuna arrijaala ma raggaad wala imaanaysaan shahwatan dareen min duuni nisaa'i dumarka ka sokow yani bimacnaa waxay ahayd ilaahay subxaanahu wa ta'ala zawjayn buu abuuray والله بيددك بقى إلهي سبحانه وتعالى مركي حلال السعودان إلهي سبني لكن من رجع أو من رجع وحكر هذيني تاسو يود وحبنان ما هني مفاحشة الله إيمان إنسان بل أنتم إذنكو بل أنتم إذنكو قوم باتهين تجهلون جهل ما فليه يعني بمعنى معاصده أم حد قدبك الدينات سيد سبوا شيء جهلية جهل يقولنا معناه هلك كان وبمعنى وتاوحه يقفك مركي ومعصيه كله إلهي سبحانه وتعالى أي مركا أما جهل نمولين ولذلك وتن نبي الله يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ربه هذا أذيه هذا قرب كي هذا قلين وحمدا هذا قال لي حين إن أن كل دعاه أي أن هلس أهي هدي أن كل دعانا وأكون من الجاهلين قفكم مركا أم عاسد وكل دعا سكستأو علمك سأقول له أقوم بقول له أنت معصية أي شعوت أما قفرها وكل جروا جاهل آياتها كلام حقوس أرى في سورة الأعراف قوم مسرفون إن تحد قدبتين إلى مركب حلف ما كان جواب قومه قوم كيسة جوابت أي بحين ما ينأهين إلا أن قالوا إن إلى هذين مويانة أخرجوا سارة آل لوط لوط أهل كيسة من قريتكم ديجان كنا كسارة ما قال إذن كسارة إنهم يو أناس ضدوي يتطهرون إسكا بمعنى إسكا طاهر يالي أو إسكا فوقيني إن مركا أي وحكر راديان رقو إن وحكر راديان رقا كالي ووحدد آدي أدوك فوقاني قليها كان مقال هذا كسار لو القرآن كا ميل والبق
oo mawduucan lagaga hadlaayay qofkii ka hadlaa jawaabta la bixiyo qur-aanka uu soo arooriyey akhrijuu mukhrajuuna iyo tukhrajuuna daas unbuu qur-aanka soo celcelinaya macnaheeda ay tahay dadka wax laga dheerayo ilaahay markuu yihi fa anjaynaa waanu badbaadinay luud baanu badbaadinay wa ahlahu ahlkiisaanu badbaadinay ila imra'atahu haweenaydiisii mooyaane haweenaysii iyadu lama badbaadin qadarnaaha ay sayarnaaha waxaanu ka yeelnay min alghaabiriina kuwa cadaabka baaqi ku noqda iyadu mayan badbaadin maxaa yeele qolyahaasi la shaqayn jirtay iyaga gacan saar la lahayd walidaalika marka wajaa'ahu qawmuhu yuhracuuna ilayhi wamin qablu kanuu yacmaluuna asayi'aat mar qur-aanka uu ku leeyay fi suurati hud iyo marka haddana inta la yimaado fi suurat alxijr oo ilaahay subxaana wa tacala kaga hadlayo mawaaqiftaasoo dhan waxaa muuqatay inuu ilaahay uu leeyahay haweenaydiisu waxay raacday qalyaha kuwa la halaagay raacday maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala watanu qur-aanka uu leeyay fi suurati altaxriim fa khaanataahuma falam yugni canhuma min allahi shay-a waqiila idkhula annaara maca addaakhiliin nabiyullaahi nuux haweenaydiisii iyo luutba waxay ahaayeen kuwa markaa khiyaanada la sheegayay maaha khiyaanadii gogol dhaafka ahayd maxaa yeele nebi haweenay uu qabo waxaa suurtagal kama aha laakiin waa khiyaanadii diineed wey tii caqiidada ahayd bay markaa khiyaanadaas ay la yimaadeen jalla wacalaa marka wuxuu leeyahy wa amtarnaa waanu roobaynay calayhim iyagoo dushooda mataran roob roobka kan laakiin la tilmaamay waa xijaaradii dhagxaantii samada kasoo daadanaysa qur-aanka marna wuxuuna leeyahay fajcalnaa caaliyaha saafilha waamtarnaa calayhim iyo waamtarnaa calayha labada meer ba qur-aanka uu soo aroortay waxaanu saa dusha ugaga soo shubnay xijaara dhagxaan oo markaa mid la dubay ah oo manduud ah oo saa isu racracsan haddana fii suurat marka la marayo addaariyaad ilaahay subxaana wa tacala musawama wayba calaamadaysan tahaba nin walbaba magaciisa saddexan inuu ku yaalaad moodaa dhagaxa inuu hebel markaa uu ku duldhacay ilaahay saasaanu ka yeelnay buu leeyay fafasaa'a waxaa xumaaday mataru lmundariina kuwii loo digay roobkooda marka saa'a mataru lmundariina balaagada ku jirta halkan loo keena waxaa laga yaabay qofka inuu is yidhaahdo waa la roobay roobka wuxuu noqon karaa roob barwaaqo ah oo ay dadku ay u baahan yihiin ay dadku inay markaa waraabaan ay u baahan yihiin kaa maaha fasaa'a baa layidhi fanicma maaha ilaahay markuu xiri qul waxaa tira alxamdu mahad baa lilaahi ilaahay u ahaatay wasalaamu nabadgelyana calaa cibaadihi addoommadiisa allaha dul yeelo alladiina addoommadii istafaa ay istafaahum uu doortay allaahuma ilaahay baa khayrun oo wacano wanaag badan oo in la baryo oo la caabudo ay tahay amaa miyaa wanaag badan yushrikuuna ilaahay subxaana wa tacaala la wadaajinayaan marka halka kan ama way isku shidan tahay waa am iyo ma am oo tii iyadu markaa tilmaamaysay oo masa ahayd iyo tii maada oo tilmaamaysay keyr caaqilka ku dhacaysa marka allah waa diidaysa waa su-aal wey ma ilaahay baa khayrun wanaagsan ama ay ama mise waxaa wanaagsan sheeyo yushrikuuna yushrikuunahu ilaahay la wadaajinaya yacni bal isweydii halkaa dabcan badanaana qur-aanka waxaa markii qoom lasoo halaago oo ilaahay subxaana wa tacaala taariikhda uu ka saaro oo jiqraafiga laga barabixiyo oo wujuudkooda la waayo badanaa xamdada waa la isticmaala qur-aanka faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabbilcaalamin fi suurati alancaam waa la dabar jaray ilaahay baa mahad iska leh yacni bimacnaa in daalimka la waayo oo khariidada laga tirtiro oo dadku indhahooda aanu mar dambe aanu soo hor istaagin oo araggoodu aanu markaa qaban wax ilaahay subxaana wa tacala looga mahad naqo wey qolyahaa sidaa wey wasalaamun calaa cibaadihi aladiina istafaan waa maxay addoommada ilaahay rususha ah oo iyagu markaa baaqaa diineed intaas siday oo la qiilinayay sida nabiyulahi nuux calayhi salaam 950 sano hadlayay oo usluub walbaba maray nebi luut oo hadlayay shucayb oo hadlayay ilaahay subxaana wa tacaala kuwa ilaah wuu badbaadiyey wey intaa marka laga soo baxay kadib ayaa waxaa noo imanaya dhowr su-aalood oo weli daba taagan allahu khayr amaa yushrikuun haddaba ilaahay subxaana wa tacaala muxuu cibaadada ku mutaystay oo ay tahay ilaahay subxaana wa tacala isagun cibaadada lala abbaaro maxaanay kuwa kan iyagu gacmaha ay ku samaysteen inay cibaadada ku mutaysan oo ay tahay in lagu kufri ay tahay waatan ayadahan ilaahay subxaana wa tacaala afarta ah uu ilaahay uu ku tilmaamayay jalla wacalaa ilaa afar ayood bayn horyaal ilaa shan aan dhehe jalla wacalaa marka wuxuu leeyahay amman macbuud miyaa wanaagsan mise mushrikiintaas ama kuwa waxay u shariig yeelayaan macbuudkaasoo khalaqa samaawaati cirarka abuuray walarda dhulkana abuuray wa anzala lakum idiin soo dejiyey min assamaa'i samada xaggeedana maa-an biyo idinkaga soo dejiyey
فأنبتنا التفات بالدها بلاغدا ونصوصارنا وعيد إن لي هذا فأنبت اللي محن كهل إني غائب مفرد مكهل إني third person أو مقنب مكهل إني مركب التفات بالسمادة فأنبتنا ونصوصارنا به بيها سمادة كسو الدقي حدائق بيرا ينقصو صارنا بيرها سو ذات بهجة أي ذات حسن قروح صاحبة ما كان لكم إذن كان أيذان هين أنتم ما كان لكم إذن منا أهان أنتم بتو إن الصوت بلدان شجرها قيده ذاس يعني بيرهن وهذا أود والباء سو قيسان هذا ما نقلنا إن وجر وبيد ذاتك أي سميان يروا الله سميه أو مركب الله دليو وح كسا سميسان سورة قل ما إن الصوت بلدان إلهي سبحانه وتعالى مركب عليه إلهي ينبس دلقا سو ساري كرا أشجارتا إساقا سو ساري كرا حدائقتا إساقا سو ساري كرا ما الله أود يسو هالكا أي قارسي سنتها متيستي إن إساق أون العابد مثل كون إذنك كعمات قصة ميستين وبمعنى ضعف الطالب والمطلوب إلهي بن سويري في سورة الحج جل وعلا مركب حليه أي لأ إله هذا أني ويدي ممد العابد مع الله إلهي لجركي هذا كلمة إله اللغة العربية روح كستو العابد الله فلان الشيء الله هو إله بكدك توي القرآن كما يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء أرأيت من اتخذ إلهه هواه من إلهي سكدكت أما هو دي سإله كدكت مرك إله وحل عبد لكن مرك الله لي إله جل وعلا أبوه وما شاء لأنه توحيدك لا إله من العبد حق العبد مجري إلا الله مرك إلهي سبحانه وتعالى إثباتك سكا إسكاله نفي يقول ديريستنا وحي كل عضي وحكا السبناد وكي سميستنا إلهي سكدي العبدي بلا هم يو قوم ضدوي يعدلون أي شرك يلي كلمة عدل وحي كمتها اللغة العربية من الأضداد بينها وكلمات كلمة الطرف بأشقية عدالة عدالة نوقفك وضدي صح ذا إنو مره إيه وحي قالوا كنتي ماذا عدالة والله قال لحنان ولو أذيك سي الضاد بالله إس لكلمة دي بالله معنى أشقية نيسا وحي نكو حرين تحد بس ياقا إذا حد دعضه إي كونتكس كي كسو أرد مركب بلا هم يو قوم يعدلون أي يشركون أو شريك يلي أو ظلم سميني أو حقيقة كاللي حاني أمن ميا عباد أمن ميا وناكسا مسكوا إذنكو أشريك يلي سان جعل الأرض أرضي كي يلي قرارا مد يوصغا يعني بمعنى مد أيضا أن دقاقين وأن ذاتك لديلين كدكي وجعل يلي خلالها أرض لحذي أنهار وبيال دحيالي وجعل يلي لها ويالي أرضي رواسي بورو وينو دكوية وجعل يالي بين البحرين لبضى بضض انت ادحي سنة حاجزا يالي ميا وناكسا عبادتنا متيسة مسكون إله لشريك يليسان إذ ويدية أإله ما إله با من لعابدا مع الله إله لجركي هذا بل أكثر من بذن كوذا لا يعلمون مقرانيان يعني محيالي ولكن أكثر الناس القرآن كأد بيقو بضانت ميجورتي مركا لقاها اللي قرآن كوحو كتل الماما إن اللنسيهن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله في سورة الأنعام هذا ضدك بدن كود أترى عديد ويبي كله مينا يال مركا لقاها وحا أبا سيد أه وضر إي واحد يوال أنت ما هنا بمعنى حقفك حقه كتاقا أم بغا صح سوي أكثرهم لا يعلمون وطن القرآن كما يجورتي كوحو مينا يجل وعلا إله مركو إله أمن ميا وناكسن عبادة متيسم سم مشركين تي من كاس يجيب أجيب المضر كان لباتدو أهيسته كان ضر يعني ومع كلمة وحوي أصل أهان والضر ومن الضر أصل أهان كدي من الضر مركل وقف أي كل جنته وملبك كل جنته فرد أمر هذين مشكلة باهيسته كان أجيب كان لباتيسن إذا دعاه مركا وبريو وقعمرته ويكشف فيدي السوء حميدي كفيدي هدي حنون تهان عفمات يقول بدلي أمني الآن أمني كيني جاب مرنان جاب كيبوحيني ويجعلكم إني كان إني كيلي خلفاء الأرض أي أرض كوي خليف كان نقضة بمعنى أولو لجيوذو بمعنى كلما أمضو أي تكتو ساعد أترنتان ويمبرك سعر بسان جيل بجيل ككالمركة وماشي أبنيو الله سيدا سميني أودي سماشة جالسي سنتهي ميا وناكسن مسكون إذن كل شيء جالسان إذن ودي أإله نمد لعبدا مع الله إله لجرك هذا قليلا ما إن يرى يرؤن بعد تذكرون وانتوا بيسانوا كرش هذا إذن كيرة لكن هدي حقيقة ضبطها أو أرنك ويهداد وفكر لهيدين هل كم إذا عذون أما المعبود
يا وناكسن مش أكون مشركين تأ يهديكم إذن هنونين في ظلمات البر بري قد عردي سمرك الوجري مبدياشي سا إيو البر والبحر بدي ومن معبود ميا وناكسن كون إله إلا شريقي ليسان يرسل الدرية الرياح الضبي لها الدرية بشرا حاله كوي بشارين بين يدي رحمته إله نحريسي سهرتت أو لولجيه ضبي له إني سدا أي أدبانا يهن يغو مركا سحان سحان مركا أدقون له سانك كاسو قلي ستا أو موجينيس إنو راب وصو صعودو إلهي سبحانه وتعالى ذاتك مركا كبراري مركا إله سؤاش وحيته ما ميد لعابدا مع الله إلهي لجركي أهذا تعالى الله إلهي كسر ريه إيه عما بيكيبو إلهي كسر ريه يشركون يشركونه إلهي لو ذا جينيه أمن معبود مياه عبادة متيستمسه قوان إذنك ألا شريكي ليسان أيا وناكسن يبدأ الخلق خلقك بلا بني أصل كما أمامك إيو مركا لأنك بلا بني ثم يعيد هذا نسوع لني وبمعنى وقتك مركا لقار ومن خالقه يرزقكم إن أرزق من السماء السماء حق ضراب إذنك كيني والأرض أردن إذنك أرزق إذنك أرزق إيو وحيدنك قصو صار ميا عبادة متيستي ميا وناكسن مسكوان إله إلا وذا جنيسان مركا سؤال شان وحيد دبطال مثلا آياتي هذا إن صامرت بالله وأهيد إن يركهر أهيد أو أهيد مركو الله سبحانه وتعالى إله أما الله الله خير أما يشركون هل كاسير مركا الله خير أما يشركون ما يشاسي مركا تاقى أي رأسي سنت هاي جمل كارون هل كاسات راعي نيسا إله مركو حيلا قل هاتوا قل وحات راذا هدب هاتوا إله ما إله مع الله لجر قل وحات راذا هاتوا بلك علي برهانكم حجدين وحنا شيغان ايسان ما عدني ان كنتم هديئتين صادقين كورون شيغي قل وحات راذا لا يعلم ما اوغا من دولو في السماوات سموات كدح هذه اي والارض ارض دح هذه الغيب وحا قرصون ما اوغا الا الله اله ما اوغ يعني مخلوقات كانوا دن او ملائك اي جني انسي انت الهي ابو رئيشو اي قبط انتاني قبن انت اقونتن اي جارسي سنت انتاني قبن وحاد دونت ادوه مقعابه وحي كلاس عدان غيب كمال الا الله مويان وما يشعرون ما بأوغا اسكداي اني غيب اي وحا بردي عدون اسكداي ما بأوغا ايان يبعثون قورت الله صو صاري يعني وحي كلاس عدان مركا مالا مركا قفك انو رجما بالغيب اهدلو او وحا علان واسكدقانو أما أومان ترى شيش وكله دول دعمال وسن وحسن أقان ولهم إنه فرق جشته ما بقى هذا ما بقى وجه كأنه ما جورت لصوص صار دون بله برب العالمين ليه إدارك علمهم وسؤال كديك مركب بله طبعا أول قراءة هي ماشي كجرت تفاسير فرب بضن النحو فرب بضن ماشي نوصل مرتي يضو جابا بله إدارك علمهم هل إدارك علمهم علم هذا موحو جارة أو هلالي في الآخرة آخر يعني بمعنى وحي سوس عذين wax kasta way ka hadleen shay wabana aqoontiisa sheegteen maanta arrinka muuxu gaaray inayba ku dhiiradaan inay ka hadlaan aakhara oo warba aanay u hayn balahum yagu fi shakkin bay kaga sugan yihiin minha aakharadi balahum yagu minha aakharadi amoon waba ka indha la'yihiin baba waxba kalama socdaan marka nin wixiiba ka shakiisan haddana hamaamis uu ka haysto wixiiba aanan arkay inuu yiraahdo waxaan ka hadleeshay noocan ma aqoontiisa aanay gaarsiisnayn ida darra kale wey وقال الذين وحي وحيرني كفروا قالوا أئذا كنا ترابا مركان عيد نقن وآباؤنا آبيوغن إن لم يدهون عيد أي نقضان أئنا إنه لمخرجون ميالين صوصاري هل كاسي كتاقد إله مركو حي لقد إيه هذا الكوذا مركو سعودان كوضا وحيرني لقد عيدنا ونلوي بوهي هذا كان نحن إنك وآباؤنا أبيوغ من قبل هذا الكهر وحن وليين بعد مغل الجنة إن هذا ما هذا كانوا ما أهان أو نفئنا لما تدب إن لا صار إلا أساطير الأولين وما ذي هراء شيكوين كيسو شيكين جرين فيري تاليس كي لسو قد بين جري وجيل بجيل كالو قد بين جرو هوشان هول بركة سحما قل وحاتر هذا هذا درتان وحبتان وقاتان سيروا سعدا قل سعدا في الأرض أرضا فانظروا مركا أكور قال كيف كان سيئة هيد عاقبة المجرمين كو مجرمين تعريبتو الدم هل كي كدن بين أرك يعني هدا سليدهين قفكي دم بقلاء ما با إلهي بيني لما هلاقي دون هدا سليدهين بل دي بقول الله محا صومري وما ذي هورا محا هل كي كدن بين ولا تحزن عليه نبي محمد كو كان ها أمرقن وحباها كو مشكورين ولا تكن ها هان في ضيق متكي عريني كغسغن مما كي حق يمكرون أي مليقة يعني هجرة وحان هجارة يكون ملاقيا وحبا قلبك يانو لعير التوبين
ويقولون وحيلين متى هذا الوعد يبوها كان محمد وشيء قرم أهانا إن كنتم صادقين هذا رن شيء إنسان سيدا بكليهين جوابتها النقطة تقول وحاتر هذا عسى وحا حقيقة أن يكون إنو أهذا كالذي يبوها ردف لكم إنو سود دواذو عسى أن يكون وحا حقيقة إنو أهذا كالذي يبوها أما فعل فعلك بوب الضمبياب قل وحاتر هذا عسى أن يكون وحا حقيقة إنو يهي بعض الذي يسوب بود مركا كي قار كميدو تستعجلون أدد جين ويدين يسين ردف إنو دواذ لكم إنك يعني يعني وحاب حقيقة وحنا الذي قرم يدعي دونان إني بسود دواتي حسانة في القرآن الكريم مركو إلهي سبحانه وتعالى أذيك سدو فعلك يسوب يهي أم حقيق إلهي وشيغي مركا أي تهي هلكا وحاب مركي بكتر دانسان إيسا أما معنى حقيقة دوحو يهي وحن وحله وإنيهين لكن مركي بن آدم كمثل عسى مركا تفسير كحن نقاني وحال غيابة لكن مركي إلهي عسى ربكم مركا اللي إلهي قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون قل حتى هذا عسى أن يكون ردف لكم وحا حقيقة إنو إذن سوى دواذي بعض الذي كي قار كمدو تستعجلون أي تستعجلونه أدد جنوي ديني سين وراد بفرها وغهيسان وآه مثلا حلما ذو كتل مامان طبعا أمهن نقطة إن بذر إلهي سبحانه وتعالى ساقك يقب تقول ياس الدين ذو بحيو قسو دقدقين أما با وحيابها قفك أولا كل ميو مركة نف بحيو أو أنت أن الدين أن نكتجين وحول كل من إني قيب كتها أنا تانا وتشل مامن جل وعلا سو مرك أودي جل وعلا مرك وحولي وإن ربك ربك لذو فضل وأله فضل وصاحب على الناس دتك وأله فضل سيء وإله سبحانه وتعالى ديرات سيو خلق جيس فضل فضل عافماتك كم إذا أقانتك كم إذا أمنك كم إذا ولكن أكثرهم لكن بدن كذا لا يشكرون إلهي وما النقان ولذلك أكثر القرآن كأدب وبضنت من أدنى إن جهلنا لو شاقه إنه سن إلهي سبحانه وتعالى وما النقان يعني بمعنى هذا ما أنت مركان إس ورئيسان إنه والبابا إنه مركان إس كصهر بحنا ما نسكون ما كهذا كما هذا لنا بلاس كما هذا قف كي يسعضة أو عافمات قبة أو استاجي كره أو فريسان كره أو سجودي كره أو وردني أو قصلي فأحلى جاب إنه ما أنت نو كوش كور مركل بعرف إنه كعجش كي يمكن ما نسير إساق عليه ماليو ما أرقتي لبير سوي قيم لكن أنا كهلن وح الله وحي وناجي إلهي سبحانه وتعالى وسي دكتنا الشقيين السي إندهوا الشقيين اللغة إلهي مرك أكثرهم بيرة ما نكلا سارم بين آدم ورب جل وعلا مرك حليه وإن ربك ربك لا يعلم حقها ما تكل وح إقرين يسو صدورهم لا به وح إقرين يسو يوم يعلنون يوم يعلنونه يوحي مجنن بو إلهي سبحانه وتعالى للصعداء وما من غائبة مجر تميد قرصان وما من غائبة مجرت ميد قرصان أو في السماء السماء لحاتي والأرض أرض ده يعني بمعنى شيء بين آدم كقرصان أما أمه مجر إلا به دوجر في كتاب مرد هذا كتاب كاسو مبين عد إلى مركب حليه وحن إذنك حتى إذن أركي كرين أما هم نقطة وحن قداش هذا الجرى أن يكون موقن أما حرطة على أهو صوص عضاء أن يكون موقن أما وحن مسكحة الضيعة هذا ما انتهى النقطة انتبه إله سبحانه وتعالى في كتاب بو إلهي كقرى في سورة طه في كتاب ربي لا يضل ولا ينسى بو إلهي سبحانه وتعالى إن هذا القرآن قرآن كان يقص ورمي على بني إسرائيل رأي بني إسرائيل أيوح ورمي وقصون أكثر الذي كي بدن كيو هم يو فيه ماغا ويختلفون إسكو خلافين وحبضن إسكو هستين بقرآن كهلي هل كان حالة المامية النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كليمد أمور فربضان واحد يرهب بنا إسل يغا فرق النقضي وحبضان بإسكو قبتان قرآن كان مركب وحيو كقصوني حقيق ذو حيتاه نعم مركان بني آدم ما هاي قصة أنو الليحين كرا سان دونا كي يلي كرا هل كي أن دونا أي أنو قور قبان كرا سان دونا أنو بدلي كرا لكن مركب قرآن ويما رفاكتيا وحقيقة وإلهي سبحانه وتعالى كلام كيسا حقيقة لما تضفري كرو جل وعلا وحري وإنه قرآن كالهدى هنوي ورحمة حريص للمؤمنين ومؤمنين تأوهات إن ربك ربك يقضي وحكمنا بينهم ذاتك الدحذاذ بحكمه حكم كيسو كحكمنا رب العالمين إساك كلا صاري مخلوقاتك كان بحكمه أي بعدله سيمرك الله فصيري وهو إلهي العزيز الذي غالب اللقاءت كان العليم وعلم بضن فتوكل تلصار على الله إلهي تلصار إنك أذيك محمد على الحق حقي وتكتاك أنت المبين عدا
إنك أديك محمد لا تسمع مما قشين يسد الموتى قوة دنتي ولا تسمع مما قشين يسد الصم كان دجهلا الدعاء يريست مرك اللي يري إذا ولوا مرك الجيسان مدبرين يو دبر جيدين قف دجه انتو حرته رأسي سعدة هي مد انت اللي بلا ور لما جاري كرتدوي وما أنت أدونا ما إهد بهذه العمي كان إن لها لا كان كهنونين أما كتوسين أما كهج كر عن ضلالتهم بعددود يعني بهذه العمي ومدان إن لها هين أو إله سبحانه وتعالى إنه دم وكدجة هدي بعددا وسجد دحدرير أدو مسوق من كرتد إن تسمع ما تسمع مما قشينس إلا من دول ميانة يؤمن بآياتنا آيات كان الرومان فهم يؤمن مسلمون كويه جان سنة قف مسلم قف مركه هرب إله سبحانه وتعالى دعها أفرى وديارنا يسوق مسلم هم بحلا جارسين كلا لكن معقول ما ككلا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وتي سورة البقرة إله سبحانه وتعالى نبسويل آيات سديتني اللبات وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون جل وعلا وحلا وإذا وقع القول هدي أم إذا وجب القول قول كهدو واجبه وعذابك وقتي سمرك لقاره وإله سبحانه وتعالى وحكمه إن عذابك كد الهبسد عليهم في جملة الكفار يوأه أخرجنا لهم حن أسو صارنا دابة نفلي بان أسو صارنا من الأرض لكي بان أسو صارنا دابة سو تكلمهم إيقا الله والرميس والله الليس ومحيكو أهل الدونة أن الناس بأن الناس دادكو كانوا إني إهادين بآياتنا آيات كان لا يقنون كون يقينين يعني بمعنى إن أنا قرآنك أنا الرميسنين يوحل لقرآنك وحو حنبارسيه وبعثي إسو صارتان وحسابه إحسابتان عقابه وعذابه وحصل لن انت تابع رمضان طبعا هلك كان التلمامي دابدا وحي تلمامين علوماته وانا نصامرت ايضو دير مركا مكهلين اشراط الساعة اني دابدو ايصاب بحدونته مركا ايصاب بحدا كدبنا حالات دا طبعا محاجر دور على مضو ما يجرى وآدي ادوا وين مركا لقارة بابو توبة وحرميو هدين نقول لها قرح دا قصوا بحدا هلك ودعا هدين نقول لها جوج وما جوج هدين نقول لها هدي نزول عيسى أي نقل هاي وحكم إذا على ماله وين وحكم إذا دابدا وأن فلي إله سبحانه وتعالى وصادر الدانو شكل جيد وحي تهاب إله بقرنة مرك الله صادر كذب ضدك بك الله صار الدانتا كم با كافرة كم با مؤمنة يعني إيه ذا وحي وضع تشابط أي مركي ولد كرد اللعيسة ضدك أنا مؤمنين تأنين حالة ده مرك الله جاره إله مرك حلية هاي في هذه الحالة دابدا إيه ذا هذا الدانتا إيه ذا أنا ضدك كقر الدانتا إن أنا الرومين آيات كنا مرك أن الناس المقصود هنا ناس لغة عربية يعني دي هنا ترمينولوجي القرآن كوأديس مر معنون نقطة هل قف بالولوجي ذكرى وإذا مثلا مركي لليه وكر إن الناس قد جمعوا لكم مركو هل قف بكه لي جروب نقطة كرا وحلولوجي ذكرى يا أيها الناس كفارته ولوجي ذكرى مسلم يقال بالولوجي ذكرى هاد بوحي كحرنت هاي جملة قفكم مركو أقرن السياق أي دعوة مرك هلك كان مرك كفارتي وكانوا بآياتنا لا يوقنون وانك ديدا انو بعثي لعدونا قال لي هذا مرك سيقاروا على ما دونتها جل وعلا وحول ويوم نحشر واذكر حس يوم نحشر مالك أن أورورنا إنه من كل أمة أمض والباب حق إذا فوجا كوحا ممن دول كمذو يكذب بيننا بآياتنا آيات كان فهم يوزعون لصفيه ولا أقاسمه ولا يسكو حباسي ولا يسكو العلينيه يعني معنا مرك ضد جروب وضع صعدة نينا وهجامين وللي كان بيدخل صالقة كلا صنقة وركلا فوجاني المرك اللي يوزع مع الناس واللقاهان حتى إذا جاءوا مركي ماذان أو ماشي إله سبحانه وتعالى وطلع جلي مركي صوصان لجانه ومكان الحساب ماشي اللي هو حساب لها قال إله سبحانه وتعالى مركي وحير أكذبتم وما بين سين بآياتي آيات كمية بين سين والحال لم تحيطوا أيضا ككوبنا بها آياتك علما وحقوح أقوان إذا أقوانتين هلك أنا قارسي سنين مياد انتاد دك دكتين يعني معنى دك دك مياد وحيد انكو حنبار إنت بينسان أما ذا كنتم حدا هيدين تعملون كوي سنبيه محاسا ما ينجرتين يعني أما ذا كنتم تعملون ما محي وحي ليدين فري أوامرت أهيد رسوش أيلتين محاد كالتي ماذا
mase degdeg baa intuu idin qaaday waxaydaan hubin markiiba aad ku degdegtay inaad beenisaan. ilaahay markuu hore wawaqaca alqowlu ay waxaqa alcadaabu, cadaabkii baa ku waajibay. Marka qowl maxaa meeshan looga cabiray? Maxaa yeelay qur-aanku wuxuu leeyahay, ilaahay subxaanahu watacaala qowl buu ka cabiraya qur-aanka mathalan, yani fi maqaamaat kala duwan iyo muwaadin kala duwan qur-aanku wuxuu tilmaamayaa xaq in ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay xaqayga ama qowlkayga ku waajibay. qowlka ilaahay subxaanahu watacaala waa maxay? inuu dadkan cadaabi doono. marka waqaca alqowlu ooraahdii baa dhacday calayhim dushooda, ooraahdi waa maxay? ooraahdii ahayd in ilaahay subxaanahu watacaala qolyaha kan uu cadaab markaa u ballanqaaday. bimaa dalamuu, bisababi maa dalamuu, dulmiga ay la yimaadeen sababtii, fahum iyagu laa yantiquuna, kuwii hadlayaa maaha. meel lagu hadlo ama nutqiga kan macnihii qofku maaha, hadduu bishmaha u dhaqdhaqaaqiyo carabka uu saa u rogrogo, wuxuu doono wax uu doonana isaga hadaaq hadal lama dhaho. nutqigu waa maca xuja. qofku markuu hadlayo bini aadam, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu insaanka uu xayawaanka uu kaga duway, naatiqna waa laga dhigay, caaqilna waa laga dhigay. marka nutqiga iyo caqligu marka waa inay wada socdaan. haddii nutqigu hadalka ama dhawaqa aan wax caqliga wadan, wax garasho haddaan wadan, daxad marka wuxuu noqonayaa dhawaqa, dhawaqii marka xayawaanaadka oo kale, xayawaankii marka iska qiilina iska ciyiyey oo kale, kaana macno marka ma sameeyo. jalla wacala wuxuu le alam naro, miyaanay arkayn, annaa jacalna leyla, habeenkii inaanu yeelnay, liyaskunuu inay xasilaan, fiihi habeenka dhexdiisa, wannahaara maalinkiina, mubsiran ay mubsaran bihi, mid wax lagu arko. waan kala saarna koonka kan, yani bimacna qofka maanta haddii wax kasta laleeyahay mathalan, maxaa ilaahay tusmaynaya jiritaankiisa, haddii wax kasta laga tago, habeenii maalin baa cibro noogu filan. ina fii dalika kaana la aayaatin, calaamadaha ku sugan, liqowmin bay ugu sugan yu'minuuna, rumaynaya. yani calaamada fara badan baa ku jira. habeenka marka muxuu xambaarsan, waxaanu xidigaa keligood baa u baahan baaris, iyo habeenka iyo meelaha uu gaarayo, ardaduna meel ay ka madowdahay, meelna aanay ka madoobayn, keligeeda cilmi u baahan. maalinka iyo waxa aad arkaysa iyo qoraxdan keliya iyo waxa dhexaada cajaa'iba, iyadaa baaris u baahan. wa yowma yunfakhu fi suuri, wadkuur xus yowma maalin, ama yowma yunfakhu, maalinka la afuufayo, fi suuri, buunka la afuufayo, maalinka bal xus. marka waxay dhahaan waa nafkhadan la tilmaami, waa tii koowaad markuu israafiil. fa fazica, waxaa argagaxay, man duul baa argagaxay, fi samaawaati, cirka dhexaade, waman duul baa argagaxay, fi lardi, ardada dhexdeeda ahaade, dhammaan waa la argagaxawe, ilaa man shaa allah, ciduu ilaahay doona mooyaane. waxaa jira qolyo iyagu fazacu aanu soo gaarin, waxaana ka mid a jibriil, mikaa'iil, israafiil, malakul mowtki. ibni cabaas waxaa laga soo xigtay dadka shuhadada ah, maadaama la yidhi axyaa-un cinda rabbihim murzaquun, kii shahiidka isagu ma soo geliyo. bimacnaa fazacaas, fazacu lakbar ee la tilmaamayo nafkhada koowaad markay dhacdo, wax walba waxaa ku imanaya argagax, sas baa ku imanaya, dadkoo dhan panic bay wada gelayaan, ilaa duul gaara mooyaane. marka qolyaha la sheegay saasay culimmadu ku fasireen. wa kullun, mid walba, tanwiinkan waxaa lagu magacaabaa luqada carabiga tanwiin ciwad, atow, way yimaadeen, hu ilaahay bay u yimaadeen, daakhiriina, ay saakiriina, iyagoo dullaysan, yani makhluuqaadka dhan ee kiisanka taagaya iyo kii isagu boqorka ahaa iyo kii markaa dadka ay u maaro waayeen iyo intaba, kullun atawhu wa kullun atawhu daakhiriin, ilaahay baa maanta laysu dhiibo. ilaahay marka wuxuu yihi wa tara aljibaala, buurihii baad arkaysaa, buurihii waa nafkhada koowaad markay dhacayso, taxsabu, xaalaad moodid, jaamidatan, inay fadhido, waxaad moodaa buuruhu inay taagan yihiin, walxaal hi iyadoo tamuru, maraysa, mara saxaabi, ay ka mara saxaabi, sida duruurta ay u socoto oo kale, yani bimacnaa waa madarkii marka ay dabaysha ay ku dhufato, waa tanu shayga uu socoyo, ilaa hal uu soconayo. yani waxaadna moodaa qofka buuruhu inay taagihiin baad moodaa, laakiin way socdaan, mara saxaabi, saxaabkana badanaa lama dareemay inuu dhaqaaqay ilaa marka lagu soo dhawaada mooyaan. ilaahay marka wuxuu leeyahay sunca allah, ay sanaca allahu dalika suncan, halkaad waa dhihi kartaa waa dhalaalin kartaa, sunca allah, ee sanaca allahu dalika suncan, kaa ilaahay baa sameeyey, alladii, allihiyo, atqana, sugay kula shay, shay walba khalaqa maanta maaha, maanta fatara maaha, camila maaha, atqana wey, wa min alitqaan wey, shay perfection leh, shay walbo la abuuray sida ay taha loo abuuray. innahu ilaahay, bikhabiirun, wa allihi, gun og, bima tafcaluuna, waxaa samaynaysaan. man jaa'a, ruuxii la yimaada, bilxasanati, wanaagii ama xasanadii ninkii la yimaada, oo ah bi alkhaslati alxasana, wanaag qofkii kahansada, waxay culimmadu lahayn laa ilaaha ila allah, qofkii yowma alqiyaama la yimaada iyadoo dhaba,
fala wuxuu leeyahay khayrun buu leeyahay minha bisababiha iyada sababteeda, wahum iyaguna duulkaa min fazacin argagax yowmaidin maalinkaa dhacay aaminun aamin bay ka yihiin. Laa ilaaha ila allaahu, qofka tawxiid rasmi la yimaada fii suurati alancaam baa loonagu sheegay, aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamn wahum muhtaduun. Waxay muujinaysaa dadka muwaxidiinta ah oo tawxiidku dhab uu ka yahay maalinka fazac uu jiri ilaahay subxaana wa tacala ka badbaadin doono. Marka fala huwa khayru minha, markaad fasiraysid man minha sida lugada carabiga waxay muujisaa bacdiya tacbiidiya haaf waxbay muujisaa. Marka hadhihin fala huwa khayrun buu leeyahay minha iyada xaggeeda hadhihin, maxaa yeele xasanadii aad la timid lagaa kala dhibi maayo iyadoo kaamilaad leedahay. Maxaa ilaahay subxaana wa tacala xaddigiisu maaha, salaada intaad tukatay afar ragca laba ragca lagaa siinaya ajirkeeda labana ma lihid macnaheeda maaha. Marka fala huwa khayrun minha ay bisababiha baad ku fasiraysaa, xasanada uu la yimid sababteeda khayr buu marka ku leeyahay. Waman jaa'a bisayi'a, duulkii xumi la yimaadana waa shirkigii, fa kubbad waa la foorariyey wujuhu majiyadooda finnaari, naartaa lagu rogay. Yuqaalu lahu, markaasa waxaa lagu sii daraya la dhihi doonaa, hal tujzoona, miyaa laydin abaalmarinayaa ilaa maa kuntum tacmaluuna, waxaad la imanayseen oo samayn jirteen booyaan. Hadduu mushrik uu yahana halkaasaa sugaysa weji weji, bal midna waa la jiidaa oo naartaa la geliyaa, kan isagu isagoo foorara oo wejiga markaa ku socda, mukiban calaa wajhi ahdaa ama yamshii sawiyan calaa siraatin mustaqiim watala leeyahay jalla wacalaa. Marka wuxuu leeyahay innamaa umirtu, hadalkan marka nebiga sal allahu calayhi wasalam ayaa lala hadlay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, nebiga marka wuxuu leeyahay innamaa umirtu, aniga waxaa la ifaray an acbuda inaan caabudo rabba haadihi albalda, baldada tan oo tana maka ah rabbigeeda inaan caabuda la ifaray, alladii allihii xaramaha ka dhigay mid iyadoo caagan oo markaa xurmad u yeelay, walahu ilaahay waxa uu ahaado kullu shayin shay walba, rabbigaabaa lay faray inaan caabudo, wa umirtu waxaa kalo lay faray an akuuna inaan ahaada min almuslimiina muslimiinta mid ka tirsanna inaan ahaada lay faray, wa an atluwa alquraan wa umirtu waxaa lay faray an atluwa alquraana qur'aanka inaan aqriina wa lay faray. Halkaa tabcan saddex awaamir oo saa isu raacsan wey. Wamidoo mid waxa la muujiyey baldada nebiga sal alla slam uu degan yahay inay tahay mid iyadu xurmad leh. Maka marka la joogo, saad ogtihiin maka iyo madiina laba xaram bay leeyihiin. Nebi Ibraahim baa xaram ka dhigay marka la joogo maka. Marka almadiina la joogo nebi Maxamed sallallahu alayhi wasalam, ma bayna cayrin wa ilaa thawr, soo xadiidka marka u tilmaamayo. Xaram macnaheedu waa maxay? Waa area oo sanctuary ah oo sharafteeda leh, ee xurmadeeda leh. Ma banaana marka dhiig bini aadam in lagu daadiyo, ma banaana in cid markaa lagu dulmiyo, ma banaana in ugaarteeda la ugaarsado, ma banaana in geedaheeda la goro, yacni bimacna waa la reebo fii hadi alxaala. Marka qofka markuu xaaji ama muctamir uu yahay oo uu ixraamsado, laba waxaa isugu tegaya xurma zamaaniya iyo mid makaaniya isugu tegaysa, mid zamaaniya iyo makaaniya, bimacna marna wuxuu ku jiraa bilihii xajku ku jira oo qofku uu xarman yahay. Markuu xarman yahana waxaaba badan buu sameyn karay, kan iska ilaali, kan iska ilaali, marna wuxuu ku jiraa eeriyadii buu ku jiraa. Walaakin nabiga sal alla slam xadiidkii dheera ee xajatul wadac wuxuu yidhi, markuu tilmaamaya wuxuu yidhi, ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaramun calaykum ka xurmati yowmikum hada. Markuu nabiga uu yidhi kadib, ina zamaana qad istadaara ka hay-atihi, adduunku waa soo wareegay sidiisu hore kusoo laabtay. Haddaba sida ilaahay subxaana wa tacaalaa uu baldadan uu ka dhigay mid iyadoo xurmad leh, baa dhiigagiinuna sida u yihiin, xoolihiina hantiduna sida ay u yihiin, nafafyaashuna sida u yihiin, oydan isugu xadgudbi karan buu nabiga sal alay slam yidhi. Marka xurmaddaas ayaa horta kow, rabbiga kan xurmadda siiyey idinna haddaad tihiin carab oo aad mar walba halka kan aad jeceshihiin inaad ku abtirsataan oo jeceshihiin halkaasaan ka nimi aad leedihiin, rabbiga horta inaan caabudo waa lay faray. Waxaa kaloo lay fara haddana an akuuna min almuslimiin, meel la galo jumlat almuslimiin qofka inuu ku jiro oo muslimka uu ka mid noqdo, maxaa yeele waa magac aad iyo aad u sarreeyo. Magacyo fara badan baa jiri kara innaga aan la bixi karno oo aanu samaysan karnaa jiri karta, wax laga yaabo magacyadaas oo annaga ha noqdo magacyo ujeedadu ay tahay dadku inay tacaaruf uu noqdo, sida Maxamed iyo Cali, qofka marka la dhahabo uu magacaas inuu leeyahay dadka ogaan, ama mid dadka kale lagu fogeynayo hadduu doono ha noqdo, ama mid siyaasi ha noqda, mid xarakad diineed ha noqdo, waxay doontaa ha noqoto. Laakiin ilaahay aakhir suurat alxaj wuxuu jalla wacala wale huwa samaakum almuslimiina, huwa samaakum almuslimiin, ilaahay wuxuu idinku magaca muslimiin buu idinku magaca, magac ka sarreeya iyo madallad ka sarreysa la hoos harsan lahaa marka ma lah,
وجد اسوق مركه لاما وين له عليهم يسويهن للرب قفل بانه هوسي ماذا لان وقف اسك سو لا لا دينه ما وينيو لكن هدي بهاشا يدا لطيفه او لام بقلا اي لا غوده او بمعنى نمبر فلان اي نمبر فلان اي نمبر فلان وحركات رب بدن اي مقعيات رب بدن لا سميو وهلك جبك او مسلمين تو مانتو كغا يمد انت سا انو كلا قوبان او قل قوبان انو ددكو كلا داتسيهن بدن انت كلما فرقه اي جستنا عدو غينا wuxuu noo arkay inaan waxba aanan ahayn wana meesha muslimiinta looga yimaado dulduulada kaliya ee dadka looga yimaado kala daasanaanta qawaaciidda maxkamada gumeysiga farriq tas divide and rule dadka laba ruux marka rabti inaan mujarta kala geey taana waa meesha dibka meesha ugu jeeda laakiin dad urursan oo hal meel wada meel ka soo wada jeeda oo cududdoodii awooddoodu ay midaysan tahay meel ka soo wada jeeday ciiso hun guriyeyn karta marka malaha nabiga xadiidka wuxuu leeyahay yaakulu dhibu alqasiyata min alghanami ma aragtay iyo rida iyadu markaa ka fogaatay xaynta inteeda kale kaas ay taas ay yeydu abaartaa bu nabiga sallallahu alayhi wasallam hadana maxaa kale nabiga la farwaa an atlu alquraan quraan kan ina naqriyo tilaawatu alquraanina waxay leedahay fadligeeda gaarka ay leedahay maxaa alquraanka waxa loo soo dajiyay lil i'tibar kuntan jar baqal jar kun jar hada tafsiirka aad martin oo maanun aad inta soo qaas markala aad indhaha ku celiso waxa kaaga soo baxay macnaadan ku ogeyn kullama ajaay مرق قفك الاقري ما لي محبك هذا صبحي و وماشي يديدن عجائبه لا تنقضي ما كل قضه ما لين بميل بقفك كل صبحي معلومات فربضنا ان اوغين نين قالا كفائده وح كل صبحي هل كان وان اتلو القران تلاوه القران فاذا سكجرت جل وعلا مرفح لي هل كان مرك انو حتى رول كيغا وها كابو دهان النبي محمد مرك فمن اهتدى روحي هنون سم فانما اهتدي لنفسه اي لصالح نفسه نفسه سوها ونؤن ومن ضل روحي لمن فقل حاتر هذا انما انا انوح عنها من المنذرين كو ديغين كميدها وقل حاتر الحمد لله الهي ما هات اسكل سيريكم رب اذن تسن دون اياتي على مديس فتعرفون ما قران دونتان وما ربك ربك ما اهان بغافل اللي كدهن عما تعملون حسمينسا ايضا وقل الحمد لله سيريكم اياته ايو سورة صاد آيات أودن بيسا ولا تعلمون النبأه بعد حين لابدان آيات بعلمات وإسرائيان بدان علمات كهلا كاسميك ساينسيس كويت المامان وحيليين قرآن كان آيات وحبضان بالا كهلا وعجائب بضان بو كهلا وحاساد دعيدون وحاساد دعيدون لقيا بأقوان تين ولي إناني قارسيسنين إن أن فهمنو يول كقرآن كهلا وحاساس عدو كهلا دون لكن مستقبل ما إمان دون أما إنك أن فهمنو جيل كينا نهد الجوغة ama ku inaga naga dambayn doona han noqoto ama ila qiyaamii saacati ilahay markuu xiray sa taarifuunaha markaas aad ogaan doontaan ama fa taarifuuna wa ogaan doontaan suratul qasas suradan wa surad iyo ka kooban 88 aayadood ka kooban suradan suratul qasas waxa loo yiri magaca ayu sidato wa ay tahay maxayla suradu in yar aan macna lahayn mooyane انت كلام عن المحمد الجيدة انا بضنين مويانة صورة دوحي كهذا الشيء قصي كهذا الشيء ولكن لغة عربية هدي القصص اللي يرهدو اي القصص فرق الشيغان القصص مرك اللي واحد بينك الجنوة لكن القصص مرك اللي قصصته رنو وين نقون كرتا بيننا وين نقون كرتا مثلا هدي قصص اللي يرهد هل كم لكن مفردكو قصة كلمة ما شيء كوضا تيم سادرت الهي مرك النبي الله يوسف قصي كهل المحيري نحن نقص عليك احسن القصص احسن القصص ما احسن القصص بمعنى هو محي وقص الله به ماشي كتبنا ليقان كو مركه سوره مركي وحي كبلابانيسا اما اي كبلابانيسا حاله دور جير نصوم مرتي لكن هلك كان اد مودين سي غار ان اي ديردا اي اولاد الاستاكتو ديكتاتور نيمدي فرعون يدبكي كو هي ريبني اسرائيل مركي كبلابيسا انت مركه اي كسو بلوده كدب ba hadana waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala u tilmaamaya mustaqbalka ah in tamkiin le helo inuu siin doono dadka muuminiinta ah ballan qaadiya jiray horey intaan ba mucjizaat ka aanay soo daahirin oo fanfalaqada intaan la gaarin baddu aanay kala dhanbalmin waa mid kadib hadana qisadu dib waxay noogu celinaysaa bi tafsiil akthar waxa kaliya ku soo dhawaan kara tafsiirka kan suurata taaha kii nagu soo maray nabi muuse calayhi salaam markii uu dhashay iyo nuugmadiisii iyo markii reeraha inta lala dul wareegay la raadinayay haweeniya markaa isaga nuujisa tiiba marka suuradu u bixi doonta biidinillaahi subxaana wa tacaala inta marka laga soo gudbo haddana suuradu marka waxay aadi doontaa haddana nabi ilaahi muuse calayhi salaam isagoo baxsada
oo almadiina markii uu galay halkaa meeshii uu ku socday uu ninka intuu feeray oo baxsa isagoo ah, kadibna uu yimid meeshii uu socday oo tilqaa madin markuu yimid, kadib ceelkii uu yimid dadku kala kulmay, kadibna markii nabinimada oo ilaahay subxaana wa tacaala uu la hadlayay markii uu weydiisanayay. Qisada waxaad moodaa inay ka duwan tahay tii hore. Suuraddan waxay la gooni noqotay meel kalena aanan lagu soo celin bihada tafsiili qisad qaaruun. Qaaruun qur-aanka tabcan meel walba waxaa laga, qaaruun oo fircoon oo hamaan inta un bas, laakiin hadi qisa waxay ka hadlaysaa qaaruun iyo isqaadqaadkiisii iyo kibirkiisii hantiisu intay gaarsiisnayd iyo halka u dambeysay suuraddan baa looga hadlay. Suuraddan marka waa suurad iyadooda qisasa jalla wacalaa marka wuxuu leeyahay taasiin miim saddexdan xaraf ilaahay subxaana wa tacaala ayaa yaqaan macanida ay yihiin, macnaha ay ku fadhiyaan. Tilka aayaatu lkitaabi ay haadihi aayaatu lkitaabi, tan aanu aqriyeyna tilka taas aayaatu lkitaabi kitaabkii aayadihiisa wey almubiini cadaa, oo idaafadan waa idaafo meesheeda bimacna min aayaati lkitaabi idaafada. Marka idaafadu markay timaado xaraf jar baa meesha ku qarsoon, halka waa min wey. Macnaheeda maaha in haadihi suura faqad qur-aanka aayadihiisu ay ku urursan yihiin, maaha. ee waxaa ka mid a aayada ka mid a qur-aanka halka kan marka meesha ahaada tilkan waan soo fahmnay alishaara albaciid inay sharafu ay tahay. Natluu waxaanu aqriyeynaa calayka adiga nebi maxamedo min naba'i muusa, nebi muuse khabarkiisa oo fircawna iyo fircawn khabarkiisa ayaanu kugu dul aqriyeynaa bilxaqi si xaq ah, amaba bisidqi, amaba qisas iyadu xaq ku dheehan baan kugu dul aqriyeynaa. Liqowmin baan ayaan ugu talagalnay ay liajli qowm, qowm dartii baanu kugu dul aqrinaa yuminuuna rumaynaya. Yani adi waa lagu soo dhiibay qisastan, waxaan kugu sheegaynaa in aad u gudbisid dad marka ay maqlaan oo qisadu dhagahooda ay kusoo dhacdo intifaacsanaya ee wax kala baxay duruus ay u noqonayo, saasaan kugu dul aqrinaa. Ina fircawna fircawnkii ahaa calaa uu kor noqda fil ard ardada, yani bimacnaa waa nin istusay inuu dadka u ka sarreeyo. Calaa marka bimacnaa tacadama wuu isweynaysiiwe fil ard ardada marka la tilmaan waa ardu misr halka ay masr. Wajacala ahlaha ahalkeedana wuxuu ka dhigay shiican kooxo ayuu ka dhigay, wuu kala qeybiyey mid walbana marka firqo walbana isaga u shaqaysa, kuwaasoo yastadcifu ay taag daraysanayaan taa'ifatan, shiican buu ka dhigo yastadcifu taag daraysanaya taa'ifatan kooxo minhu iyaga ka mida, yacni markuu ka dhigay waa reer bani israa'iila. Yudabbixu xaaluu gowracayo abnaa'ahum wiilashooda, wayastaxyi uu ka tegay nisaa'ahum haweenkooda, innahu fircawn kaana wuxuu ahaday min almufsidiin, mufsidiintu ka mid ahaaday. Yacni bimacnaa hadduu corruption jiro fircawn ugu imow, haddii dictatornimo ay jirtana isaga ugu imow. Labada shay oo ugu xun ee bini aadam marka uu maamul uu qabto ugu xun waa maxay? Waa dictatornimada tacadam oo halka la tilmaamay, iyo tan ugu dambayso leh min almufsidiin wa halka u yeeloobi doono. Dhibka kale uu wadana waa maxay? Dadkiibuu kala qeybiyey. Muxuu sameeyey marka qolaba qolada kale marka madax kaga fadhidaa? Ilan maxaa la sameynayaa? Kuwan baa kuwan ka awood badan, waa laga takhallusaya. Waxaa zid calaa dalika waa maxay? Wiilashi wiil kasta oo dhashay maadaama la yiri mid baa kaala wareegi doona kursiga, wuxuu isku dayay inuu gowraco gabdhihiina faruhu ka qaada. Sidaa markuu sameeyey ba ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyay wanuriidu marka waxaan rabnaa anna munna inaanu galladaysano, in aanu galladaysano cala ladiina kuwii ustudcifuu la taag daraystay fil ardi ardada dhexdeeda, wanajcalahum inaanu ka dhigno a'imatan kuwii iyagu hogaamiyaal ah, wanajcalahum inaanu ka dhigno alwaarithiina kuwa dhaxlay oo dhaxlay mulki fircawn inaanu ka dhigno. Halkaana ilaahi subxaana wa tacaala marka wuxuu leeyahay mar hadday sida ay dhacday waxaan rabnaa ninka fircoon la leeyahay horta meesha in laga tuuro, kow. Waxaan rabnaa oo kale dadkii madaxa loogaga taagnaa ee noocan ma ee la taag daraystay oo fircoon madaxa uu kaga taagnaan in aan markaa aanu galladeenna gacanta u gelino, kadibna ayma inaanu ka dhignaanu ka rabnaa buu ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay. Wanumakkina lahum inaanu makanino fil ardi ardada gacanta aan u gelino, ardadee laga hadlay waa ardu misra wa shaam baa laga hadlay, waa labada meel oo barwaaqaduna ay ka jirtay, looltukuna uu ka jiray. Waxaan dhiba ee dhacaya sharqul awsat middle east ka dhacay meeshay kasoo bilowdeen wey waa mahdu diyaanaad, meesha diinuhu ay ka dhasheen,
ambiyadu halka ay ka iimanayeen way meel buuq walba ee maanta soo yaray caalamka intiisa kalena saameyn ku leh wa meesha ay ka yimaadaan wax walba marka halkaasan dhaxasiilayna wanuriid wanuriya wanumakkina lahum in annu gacanta u gelina fil ardi ardadi wanuriya fir'auna fir'auna annu tusinno iwa haamana haaman iwa junuudahuma ciidankooda minhum iyaga xaggooda inaanu ka tusinno ma inaanu ka tusinno kaanu ahaadeen yaxdaruuna kuwii ka diga yani ka digtoonaada dheh ama ka baqa yani bimacna waa maxay inaanu tusinno waxa ay aad iyo aad ugaga fiijignaadeen inaanay ka fakan karin maxaa loo leynayay wiilasha maxaa loo leynayay yaan wiilku ku dhalanayn kadibna kursiga la wareegay soo maahayn tii baan u sugaynaa waxaan tusinaynaa dadkii madaxa looga taagnaa reer bani israa'iila oo isticbaadka lagu sameeyey iyagoo kursigii la wareegaan u tusinaynaa waxaan kaloo tusinaynaa haddana in ilaahay subxaana wa tacaala ardadii misr ahayd iyo shaam ahayd gacanta inuu geliyey waxaan kaloo tusinaynaa fircoon iyo ciidankiisa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu dabar jaray waxaan tusinaynaa wax alla waxay ka digtoonaa inaanay soconayn intaa marka la yidhi kadib ilaahay marka wuxuu leeyahay haddana awxaynaa waxaan waxyoonna haddaba mashruuc kasta ee la dhisay wuxuu u baahan asaaskiisa in laga soo bilaabo marka sidee ilaahay wacuudan tirada badan oo ah reer bani israa'iil in ilaahay subxaana wa tacaala u gargaari doono in kooxda mu'miniinta ay kor noqon doonto halkee bay ka bilaabatay qisadii marka gadaal inagu celinaya waana qur-aanka balaaqadiisa arartii horaa lana siiyey headlineska qisadu waxay tahay iyo halka ay ku socoto laakiin halkay ka bilaabato waatan wa awxayna waxaan u waxyoonna ilaa ummi muusa muuse hooyadii waxyiga kan marka maaha waxyigii ambiyada la waxyoon jira maaha wax kusoo degi jireen laba mid uma noqon karaa waxyu ilhaamin that's why xataa marka la turjumayo nisbar waatan leh inspirationka la tilmaamo waa waxyu ilhaam waa ilaahay baa qalbigeeda kusoo tuuray ama waxyu manaam iyadoo hurda la tusinaya ayaa la tusinaya waxaan u waxyoonnay nebi muuse hooyadii an ardiciihi nuuji yani bimacnaa markii uu dhashay nebi ilaahi muuse calayhi salaam dhalashadiisana dabcan cid kale ogeyd ma laha in aanan ahayn walaashii nuuji baa la waxyooday فإذا خفت عليه هداد أبقدد وإسراهدد نمانكي يو كدب جري ويلاشا دشا إني مركي بابا كدد كان وإقماضان هداد أبقددنا فألقي رد هي ويلك كانو موسى في اليم بد كرد ولا تخافها أبقد ولا تحزنها مرقون إنا إنك رادوه كوسو علينينا ويلكي موسى إليك أدي كوسو علينينا وجاعلوه حن كدغينا هدانا من المرسلين كولا صدر انت كليما اسوغو امينا ود هلي دونتا كدبنا وحال اركي دونتا اسوغو رسولا ود اركي دونتا ولو صدري دون طبعا القران كوحوت المامي سوره كلا نواتن الهي سبحانه وتعالى ولا ان يقذ فيه في التابوت وحد كرد صندوق كرد كدبنا تابوت قاد او حد كرد بد كرد كدبوا الهي فليلقه اليم بالساحل كدبنا بضا سو بتاع دون دو صوت في دونت ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني وتن في سوره الطه لنسير هذا ايضا او سدان او كوبن ووحي كو وحل تلمامه هدانا بمعنى وحي غاس وحو حمبارسن يحي اوامر بو حمبارسن يحي نواهي بو حمبارسن يحي بشار حمبارسن يحي وان هل ايات او الى سبحانه وتعالى كشي جل وعلا مركو هيري فالتقطه وحاق قرب صدي وصوقاتي نبي موسى عليه السلام إسوغو تابوتكي كجرة ففاهم فربضن وإن صومرتي مسألة لان إيادة إيسي كل عدي يمحاك صحة مركا إيتاقنتا ملابسات كالحيريران كوضا وإلا التقاط وقران كابا نوشيغي فالتقطه وحاق صوقاتي وصوق التقاطك وحمركو لوكا كاقرعو aad soo qaadan pick up ta meesho english ka dhaho shay markaas aad u soo dhufsanay soo qaadanaysa lagu magac iltaqatu shay luqta wixii lumaa lagu magac luqada carabiga waa tan ogtiin marka faltaqatahu waxa soo qaatay oo soo gurbsaday aalu fircauna liyakuna lahum wuxuuna u ahaaday aakhirki caduwan buu ahaaday cadow iyo xasanan murug buu ku noqday laf dhuunkashu ku noqday meesha ka dhihilayd ina fircauna fircaun iyo haamaan haamaan iyo junuudahuma ciidankooda kaanu waxay ahaayeen khaati'iina kuwii gaf galay halkaana waxay ku mutaysteen ilaahay subxaana wa tacaala uu gafkooda markaa ka aranjaareeyo oo faraha laga kawiyo mutaystan halka kan marka liyakuuna lahum caduwan xasan markii waxaa kugu soo degdegaysa liyakuuna inuu ahaado ma jirto qof intuu wax soo qaato uu rabo
يعني بمعنى وحن عدو قف صمي سنة مية جري يقول لها كدي من هاي لدى قلمة معقول ما إن تبرت معقول ما معقول ما وحن يجيب إيه كيري إن أنا جرس لكن وهم حي لام تم حي دهن علماء لهم العاقبة لكم كعبة وبمعنى هلك شيء أيوه لبوي نحو أهان سادرت مرك الساري سيد خديه ليكون سوء هذا لهم اللي معقول ماها إنه فرعون أو ما ملكا ما لها جوج حذر كعقبة إنه عدو جرو كسر حري سنة يسوق معنيه ذم لكن أرنجي بأسكره وإنقلب السحر على ساحر تهال كي لها يوم يكون العدو حزنا وحزنا إله مركو حر وقالت امرأة فرعون فرعون هوين يدي سيوحا ايتري مركي نبي موسى الميرة ولقصده صندوق قرية لكياني إسنا والرب أولي ورما إسكت تخلص كما كت تخلص هل الدلو إلا المرة بوحا ماشا قاعدة دا ماشا تلبا وحا هيد ويل مياها هل كت تخلص مركي ماشا لكياني بوحيتر قرة عين أي هو ويلك كانوا قرة عين وإلقى بوسجد لي أنا قويها ولك أدي قويها لا تقتل هدي لنا عسى أن ينفعنا إن وحنا ترى الله أركا أو نتخذ أن كي لنا ولدا ولد أن كي لنا والحال هم ولا يشعرون أن أقيد معيد بهذا النوع النجوم بماشى كسر رفسنا يسوع ما بضي وصبينا يسا أو سوء عرض صوت تورتي صندوق كان إنك الله بحني سوما هدبا وإنت هاسو في المستقبل وإحنا ترى عد هدا الأجن وقف صندون تنا مركها مالها إلهي سبحانه وتعالى أرق يعني بمعنى وحيد هان نبي موسى يدل الرهذيني وولي هاي مرء إلهي جعنتها يسوع قليو ننكاس أما هذا الولد طفل يدل الرهذيني بإلهي وقصو وقصو بربارية داخل بيت فرعون إلهي سبحانه وتعالى أوديس أرق يعني مثلا أود إلهي داخل بيت فرعون نينكي عدوغا الرادين الربي إنو دل قرقيس وحادعي كارت بين فكي كماش ها إلي حاس لحد أفكي إنو قفك إلهي وحقوق وضي ومحايا لي وحي كمي توحيا بها أود إلهي ما أكل صفور مركة التلمام يؤكل وحالار كيسا شمبري يرر أو دول تاغن محوقها مرودي إلهي سبحانه وتعالى أود إسو عجائب تماشا سكار سيسانتا جلو على مركة وحلية هاي مركة لك يعني وحي تير فرح كقال إلهي مركو حليه وأصبح اللي هو يوحد إن شاء الله قال موسى وأصبح وحوقها هذه فؤاد أم موسى نبي موسى هو يدي قلب يده وحو النقضة فارغا أي فارغا من كل شيء سوى موسى وحو الب أي فارغ النقضة إلا موسى مويانا قفك مركو احتبيو مرك مركي كوكو تاقنت مركا كفكر يسيد قلبي واحد نوداه لا شيء بودريمسا قلبي انا حكى دريمسا خفيف ربضان وقف انه مريه هاد مده اما قف باكاد انتي اما قف باداد حنونسن اما ظروف به كو تاغان قف خو دريمي اسغا دن قلبي واحد نوداه انه مريه هاد مده زيد على ذلك هذانا مش وحاس كان مقن مو وحكى لك فكريس مركا مال ادي دن بعبا كو خيرن قف كي دنتي مي كو هرتاغان وخي كاتغي مي كو هرتاغان وخي اد رادينيس مي كو هرتاغان وحكى لك هو موقده إذا نسيب الله سوى قدبونات وحوى البابا والقلب يدو كمرة أنا نهين موسى مرك إلهي مركو حولي إن كادت لتبدي به لولا الربطنا على قلبها إنها هلك كان مركة طبعا مخفف من الثقيلة ونحو أهان إن كادت أي إنها أي أم موسى وحيسكتي كادت وحيسكتي لتبدي به إنه بموجسه وحنا طبعا وحي أوركا كاجدين أفكا صدفة حدي ما أنت أنا وح كلام أي إن كفكرين وحبي كسي قتي سير موضوع وقف ولا ها وح كلام أنا وفكرين إني بهذا الشيء ترى ويل بقى مقن أمام حساسا نسمي وإلهي مركو على لولا الربطنا هدينا نحير لهين على قلبها قلب جذا بالصبر هدان لوحير لهين لتكون إني أهات من المؤمنين إني أهات تاه هدان يدعي لهين يعني بمعنى ومحي ويشاقي لهيدوي مرك جوابه لو دل عليها ما دل عليه ما قبله جواب له هذا ما بان إن له جواب الرادين محل تيهرو يعني برك هل كان مركا قفك إن ومصيبة مركا احتمال قفك إنه حجين كره وجكسن كره وإن الله سبحانه وتعالى صبر أكسيه مرك قلبي إنه مريه وحبه إلا عفو محل لقوا عفويا ولا قب ماشي اللي قب وحنا صبرك صبر كنا وزبدة لقى سوقات إيمان كلا سوقاته صبرك وقيب كم إذا هل خصلة تنير أضو مالك لا صبح وحجين كلا صبح تين يروي والله غلا صدع بها إيمانك كيبا إله سبحانه وتعالى مركا كود ضبوله تاه داني يجير اللهين ووعد الله أنا أموقا
ilin waana la yiri inaa raaduhu ilayki saa ay tahay haddana waa hooyo welwel baa haya weli markaa warwarkii baa ku hortaagan iyadoo la yiri inaa raaduhu ilayk iyadoo wacdullaahi ay hubtabay haddana welweleysaa laakiin ilaahay markuu xiray taa waxay kale u baahnay dawo kale u baahnaydoo ah in qalbigeedii la cufay biliimaani iyo bisabri litakuuna min almu'miniin kadib natiijadu inay noqoto inay mu'miniinta ka mid noqoto waqaalat markaase waxay tiri liukhtihi walaashii ba waxay ku tiri maryama ahayd qusiihi raad raac bay tiri yani dabagal watan fartadda calaa aathaarihima qasasan waa qofka marka food markigiisa ama raadkiisa marka la raaco qusiihi fabasurat marka walaashii way aragtay bihi muusay aragtay can junubin meel fog bay ka aragto ka qaawistay walxaal hum walaa yashcuruuna ayaan ogeyn inay walaashii tahay iyadoona korbay markaa ka weydeedanaysaa wala socotaa in walaalkeed u yahay laakiin mayan sheegin ilaahay marka qisadan markii intaa laga soo baxay kadib wuxuu noo warramayaa kadib in dabcan ilmahan waa ilma yaro hadda la keeno hadda dhashay waxaa loo baahan in la nuujiyo waa in markaa la helo qof markaa murdicada isaga nuujiso wixii intaa ka dambeeyey nebi muuse koray oo weynaaday iyo wixii dhex maray isagii iyo ninkii kale ee markaa qibtiga ahaa iyo qisada inteeda kale wa ilaahuna wabillahi.